وكالة ناسا طلبته بالاسم وأقامت له تكريماً خاصاً. لم تتوقف موهبته عند هذا الحد، بل حقق الكثير من الإنجازات حتى أتى بأمر عجيب. شاب سوري في مقتبل العمر اسمه وائل لفت أنظار الجميع حول العالم بعد أن توصل إلى اختراع غريب لا مثيل له. عجز عن التوصل إليه الكثير من العلماء لسنوات وعقود طويلة من الزمان. ما قصته؟ بدأ اهتمام وائل بالاختراعات بعمر 16 عاماً في مجال الطاقة والكهرباء والإلكترونيات، وترشح للحصول على براءة اختراع عن مشروع حول فيه التراب إلى طاقة كهربائية مستدامة لإنارة المدن بأقل كلفة ممكنة. وائل من مواليد جزيرة قبرص عام 1997 لأبوين سوريين من مدينة داريا بريف دمشق، ورغم نشأته في قبرص كان يزور بلده كل صيف قبل عام 2011، لكنه لم يجد المكان المناسب لابتكار أفكار جديدة وتطويرها. الشاب أصبح أحد أهم المخترعين السوريين عبر عدة اختراعات وابتكارات مميزة، وبات حديث وسائل الإعلام الأوروبية بفضل موهبته وإبداعه الفريد. تمكن من اختراع تقنية جديدة مذهلة من شأنها أن تنقذ حياة آلاف البشر في حالات الكوارث والطوارئ. نجح بالتعاون مع 17 شاباً بابتكار ملاجئ مطوية من الممكن إنزالها من الطائرات في الحالات الطارئة. كان التوصل إلى هذا الاختراع الفريد من نوعه يشكل تحدياً صعباً طيلة السنوات الماضية، لأن المخترعين كانوا يبحثون عن ابتكار يكون بمثابة حل لحوادث الطائرات، لكن دون أن يتوصلوا لأي شيء. وحول اختراعه قال: حاولت التفكير بطريقة مختلفة للتوصل إلى هذا الابتكار، ولم أبتكر الملاجئ المطوية إلا بعد جهد وعمل طويل. وائل يعتبر الملاجئ المطوية آمنة جداً بحالات الطوارئ، فهي تحتوي على كميات جيدة من الطعام والشراب، بالإضافة إلى وجود الكهرباء وأغراض كثيرة يحتاجها أي شخص عالق. هذا الابتكار من شأنه أن يحافظ على حياة الأشخاص لأطول فترة ممكنة، لحين تتمكن الفرق المتخصصة بالإنقاذ من الوصول إليه. الملاجئ المطوية التي تمكن من ابتكارها تسمح للشخص بالبقاء حياً لمدة تصل إلى نحو 8 أيام تقريباً. تتسع الملاجئ المطوية لقرابة 20 شخصاً، وتزود بطعام وشراب وكهرباء وجميع الأغراض المطلوبة للعالقين، وتستمر فعالية هذه الملاجئ لمدة أسبوع، مما يسمح ببقاء الأشخاص على قيد الحياة. تتمتع الملاجئ المطوية بمتانة ومقاومة لمختلف الأزمات الطبيعية مثل الحرائق والزلازل والبراكين والفيضانات، مما يجعلها حلاً شاملاً وفعالاً للتعامل مع الظروف الطارئة المتنوعة. انتشرت شهرة وائل المصري بقدراته الاختراعية وإبداعه في مجالات متعددة، مما يؤكد قدرته المذهلة على تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين الحياة وتعزيز التقدم في مختلف المجالات. فاز الشاب السوري وائل المصري بمسابقة وكالة الفضاء الدولية ناسا التي أطلقتها لتقديم ابتكارات وأفكار جديدة من شأنها إيجاد حلول عالقة في حالات الطوارئ والكوارث حول العالم. وسافر إلى وكالة ناسا لتطبيق فكرة الملاجئ على أرض الواقع، أو إعطائها للوكالة لتتكفل هي بتطبيقها في حال لم يتمكن فريقه.